تشن طائرة الاحتلال في هذه الأثناء عدة غارات جوية على مناطق مختلفة من قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، وسمع دوي عدة انفجارات في القطاع ناجمة عن قصف الطيران المروحي لموقع للبحرية بثلاثة صواريخ شمال القطاع، وقصف آخر استهدف موقع للمقاومة غرب شمال مدينة غزة. وفي جنوب قطاع غزة استهدف طيران الاحتلال أرضا زراعية خالية ما بين رفح وخان يونس. وللاطلاع أكثر على الأوضاع في غزة ينضم إلينا في هذه الأثناء عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي أشرف أبو خصوان. أستاذ أشرف أهلا بك، وبداية بحسب متابعتك كيف هي الأوضاع في غزة الآن في ظل هذا التصعيد العسكري من قبل الاحتلال؟ أهلا وسهلا. لا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غاراتها على مواقع مختلفة في مدينة غزة، كان آخرها موقع يتبع لقوى الأمن الداخلي في المدينة، حيث تم تدمير هذا الموقع بقرابة صاروخين من طائرة F-16 الحربية، وكانت هذه الطائرات قد ألقت على هذا المبنى 4 صواريخ تحذيرية من قبل. وأيضا قبل ذلك قامت طائرة الاحتلال الإسرائيلي بقصف مبنى مدني يتبع لإحدى شركات التأمين في مدينة غزة بصاروخين، تم تدمير هذا المبنى بالكامل. هناك 4 إصابات تم نقلها إلى مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة. المصادر الطبية والأمنية في المدينة تؤكد أن هناك العديد من الاستهدافات التي حصلت في مواقع مختلفة في المدينة، كان آخرها موقع من الصفيح، بيت من الصفيح شرق حي الشجاعية. قرابة 40 إلى 50 صاروخ أطلقت حتى هذه اللحظة على مواقع مختلفة سواء أراضي زراعية أو مباني حكومية في مدينة غزة. نعم، برأيك يعني أستاذ أشرف ما هي الأهداف السياسية لهذا العدوان؟ ويعني إلى أي مدى يمكن أن يستمر عدوان الاحتلال على القطاع؟ في الحقيقة ما تسعى له الحكومة الإسرائيلية من خلال هذا العدوان هو تثبيت معادلة ردع قوى المقاومة في قطاع غزة، وأيضا من خلال مكاسب سياسية ترمي منها الحكومة الإسرائيلية خلال المرحلة القادمة، خاصة أن نتنياهو مقبل على جولة جديدة من الانتخابات ويريد أن يثبت أقدامه أكثر فأكثر، خاصة بعد أن توافقت استطلاعات الرأي الإسرائيلية الحديثة أن المنافسة كبيرة جدا بينه وبين كانت وبين حزب أبيض وأزرق، وهو يخشى أن يخسر هذه الموجة من الانتخابات القادمة. نتنياهو يريد أيضا أن يبقي الجنوب هادئا، ولكن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة فاجأه، خاصة أنه في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان يريد أن يخرج من الولايات المتحدة الأمريكية منتصرا بعدما أعطى الرئيس ترامب دولة الاحتلال الإسرائيلي حق السيادة على الجولان السوري المحتل، ولكن يبدو أن المقاومة الفلسطينية أفشلت هذه الطرحة على نتنياهو. هو يريد أن يعيد هذه الطرحة من خلال تسليط الضوء من جديد على قطاع غزة وعلى الجنوب، ومن خلال استقطاب أصوات المستوطنين من جديد أيضا لصالحه. بعدما تضعضعت سمعته في الأيام الأخيرة والأشهر الأخيرة، خاصة مع توجيه له العديد من التهم والملفات والتي تنتظره. أستاذ أشرف، يعني خلال هذا العدوان كيف تتوقع أن يكون رد المقاومة والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة؟ حتى هذه اللحظة المقاومة الفلسطينية لم ترد على هذا الاعتداء الإسرائيلي، وهذا كان متوقعا، ولكن التخوف الأكبر أن تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي على محاولات لاغتيال شخصيات وازنة في المقاومة الفلسطينية سواء من حركة حماس أو من حركة الجهاد الإسلامي، ووقتها لم تصبر المقاومة الفلسطينية على هذا التصرف، ستقوم بالرد على الجرائم الإسرائيلية وعلى الصواريخ الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة لم يتم الرد. تتوقع المقاومة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة أن يتم السيطرة على الجهود من خلال الرعاية المصرية والأممية، ومن خلال الالتزام بتفاهمات التهدئة السابقة التي نصت عليها اللقاءات والمعاهدات السابقة سواء ما بين حركة حماس أو المبعوث الأممي أو من خلال الوسيط المصري الذي أجل بالمناسبة زيارته لقطاع غزة بسبب تردي الوضع الأمني في القطاع
ويبدو أن هناك عدم التزام أو عدم قدرة من الوفد الأمن المصري على رأس الصدع ما بين الحكومة الإسرائيلية وما بين قوى المقاومة في قطاع غزة. نعم، شكرا لك أشرف أبو خصوان، كنت معنا عبر سكايب من قطاع غزة.